لف وقت الشدة سمحوا فينا وتقلب علينا واليوم من اللي تفاجأت ندمو يا ما زال في قلبهم الغبينا وحنا ينسينا ما عندهم شي على شي حشمو بزيت الباصي واللي فات شامي يحيى اللي مات وشكرا حيتاش علمتوني كيف نداو جراحي بنتو على الحقيقة والحمد لله كل شي فات انا اللي دعيتو في ابوه لا يطلق صراحي يا مصوري واللي راح غير ما يوليش ماشي عنصوري للوقت مرخص ما عنديش يا مصوري واللي راح غير ما يوليش ماشي عنصوري للوقت مرخص ما عنديش ولا لا 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 يا ماشي الأولى ولا التالية اللي غنطيح فيها من صغري وأنا راس المحايم الحاجة اللي خلاتك خليها وكسير عليها من غير يما كل شي خايب السواق ما عمر يدوم أخويا وما يدوم غير المعقول حتى واحد ما لقينا باللي ضلمت علينا واليوم راني صافا وما عنديش الوقت مشغول عطيني غير ستة عتهرا غنسالي وهنينا يا مصوري واللي راح غير ما يوليش ماشي عنصوري للوقت مرخص ما عنديش يا مصوري واللي راح غير ما يوليش ماشي عنصوري للوقت مرخص ما عنديش ولا لا 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 في وقت الشدة سمحوا فينا وتقلبوا علينا واليوم من اللي تفاجأت ندمو يا ما زال في قلبهم الغبينا وحنا ينسينا ما عندهم شي على شي حشمو